احنا جلوبال كابيتال جروب، مالتي ناشونال جروب، موجود في 3 قارات، موجود في 12 كاتيجوري من البيزنس او 12 نوع من البيزنس. والله احنا هنقول اهم الدول، مش هنقول كل الدول، اهم الدول اللي موجودين فيها، موجودين في السعوديه، في دبي، في البحرين، كل الخليج، منطقه الخليج بشكل قوي، لان بدايه الجروب كانت في الخليج من 1965. طبعا رئيس مجلس اداره الجروب سعودي، استاذ سلمان السبعان. احنا موجودين في مصر، موجودين في افريقيا، موجودين في المانيا، موجودين في انجلترا. بدايه افريقيا بالنسبه لنا كانت في مصر، وموجودين في زيمبابوي حاليا، بنتارجت اوغندا، بنتارجت الكونغو، بنتارجت كينيا. حاليا احنا عملنا زيارات قويه جدا لافريقيا وطلعنا بنتائج هائله. افريقيا هي المستقبل. جيت زون ده مشروعنا الاكبر والاهم خلال 5 سنين الجايين. جيت زون هو مشروع الحلم. جيت زون هو بورتال اوف بزنس ماتشنج، اكبر واول بورتال بي تو بي اور بزنس تو بزنس في الميدل ايست. بورتال يعتبر الاهم والاقوى في الفتره الجايه خلال 5 سنين. بعد 5 سنين هنكون البورتال المنافس لموقع علي بابا او بورتال علي بابا. البورتال هدفه انه يتحكم في مجال الاستيراد والتصدير، او في كاتيجوري الاستيراد والتصدير والاستثمار في العالم كله. احنا عندنا من القدرة تمويل والاحترافية والكفاءات لإنجاح الاستثمار أو إنجاح البورتال إن احنا نوصله إنه ينافس علي بابا. موقع علي بابا هو يعتبر الأكبر والأعظم في العالم كله، بس مازال ماركت شير البي تو بي مازال موجود. احنا بنتارجت إن احنا ناخد الماركت شير اللي موجود ونوصل إن احنا ناخد ماركت شير من علي بابا نفسه، واحنا قادرين إن احنا نعمل ده. احنا بنختلف عن علي بابا ان احنا عندنا استثمار، علي بابا بس متخصص في الاستيراد والتصدير، احنا البورتال بتاعنا بيزيد فيه الاستثمار، علي بابا بيسوق في البورتال اونلاين فقط، احنا التسويق عندنا هيكون اونلاين اون لاند، يعني احنا مش هنسوق بس اونلاين، كمان هيكون في اون لاند ماركتنج، يعني في عندنا من خلال مكاتبنا البيزنس ديفلوبمنت هيسوق المنتجات اللي موجوده على البورتال، وده ادفانتجز احنا بنطلع بيها مور ذان علي بابا او اكتر من علي بابا. فاحنا مش منتظرين ان احنا بنطلع كوبي بيست من علي بابا، لا احنا بنعمل حاجات جديده ونقدم خدمات جديده وبنطور باستمرار، لان الفكر بيكسب راس المال. نتقابل ان شاء الله بعد 5 سنين واقول لك ان احنا نافسنا علي بابا وتفوقنا ان شاء الله. احنا الاستثمارات المرصوده رقم كبير مش رقم صغير. احنا حاطين فيرست فيز 5 مليون دولار، ده مرحله السيت اب. السكند فيز تقريبا 10 مليون دولار. احنا كل فيز فيها تاسكس معينه او فيها مهام معينه احنا بنعملها. الفيز الاولانيه السيت اب دي كلها معروفه، الديفلوبنج والستارت اب. المرحله الثانيه فيها الانتشار، جزء من المكاتب هنبتدي نفتحها في السنه الاولى والسنه الثانيه. احنا تارجتنا ان احنا نوصل بعد 5 سنين يكون عندنا انتشار شركه جوجل، يعني منتشرين مكاتب في العالم كله بتدير حركة الاستثمار والاستيراد والتصدير بشكل منظم جدا، بشكل محترف جدا. جيت زون بورتال دولي مش مصري. احنا بنتكلم في كوميونيتي فيه 100 مليون يمكن اكتر من 100 مليون، في عدد مصانع ضخم، في فرصه، واي فرصه بيجي وراها بس طبيعي، وجود الفرصه هو اساس البيزنس. الفرصه في مصر ان انا عندي حجم مصدرين كبير، عندي فرص استثماريه كتيره نوت كفر لسه ما اتغطتش ولسه ما اتلمستش، عندي جو مشجع، عندي في سيكيورتي عالي، البنيه التحتيه مظبط بشكل هايل، عندي فرايتي، عندي مجال فود اند بيفرج شغال كويس، مجال الريستيت شغال كويس، عندنا فرص مختلفه. نقدر نتكلم ان في نمو، يعني احنا بنتكلم ان في نمو الفتره الجايه، فبالتالي اي حد بيلاقي فرص مناسبه طبيعي لازم يجي يستثمر. فده اللي بتكلم ليه اخترنا مصر. البورتال بيشتغل على 3 كاتيجوريز، استيراد وتصدير واستثمار. لو هنتكلم كاستيراد وتصدير او هنتكلم على التصدير راسا، التصدير بيوفر فرصه للاس ام ايز او الشركات المتوسطه والصغيره ان هو يقدر يصدر ويوصل لاسواق ثانيه وياخد ماركت شير، فيقدر الاس ام ايز او الشركات المتوسطه والصغيره ان هي تصدر بسهوله. ده بيساعد على انعاش الاقتصاد بشكل مباشر، عمله صعبه داخله، في نفس الوقت انتشار للمنتج المصري في اوروبا وفي افريقيا وفي كل دول العالم. ده بيشجع كمان المستثمر اللي بيفكر في الاستثمار ان هو يدخل السوق المصري. الجزء الثاني، الجزء الخاص بالاستثمار، احنا بنسوق لمصر من خلال البورت، بنسوق للاستثمارات المصريه من خلال البورت. احنا بحجم علاقاتنا احنا في الاساس مستثمرين، او انا كعضو منتدب للجروب المفروض ورانا جيش من المستثمرين. جيش المستثمرين بيدور ان هو يستثمر في اماكن مختلفه، منها افريقيا، منها مصر، منها الدول البوتنشال كلها بالنسبه لهم، فبالتالي كل الناس رايحه في الاتجاه ده. فانا بقدر اديله داتا مظبوطه عن مصر، بقدر اوفر له حاجات ومشاريع بوتنشال جوه مصر، بديله الدراسات بتاعتها، فبالتالي انا بجيب استثمار لمصر من خلال البورت. ايه التسهيلات اللي احنا عايزينها؟
تسهيلات، في تسهيلات لوجستيه يعني شغل بالنسبه احنا بنصدر من مصر فمحتاجين الحاجه تتحرك اسرع في الجمارك والقصص دي، احنا اكيد هيبقى في اجتماعات بيننا وبين الحكومه بخصوص الحاجات دي، احنا عايزين حاجه تتحرك اسرع. سرعه الدليفري بتفرق جدا جدا في التصدير. في حاجات بالنسبه للحكومه محتاجين مراعاتها شويه، يمكن فتره فاتت كل الناس بتتكلم على سعر الاراضي الصناعيه، ده بيشجع الاستثمار بشكل هائل جدا، ان كل ما الارض تكون سعرها افوردبل بالنسبه للمستثمر، خصوصا المستثمر الصغير اللي هو اكثر افاده للدوله من المستثمرين الكبار. المستثمر الصغير ان هو يروح يشتري ارض سعر المتر فيها بيوصل 1000 جنيه وده رقم كبير جدا. محتاجين سبورت في حته الاستثمار او في جزء الاستثمار من وزاره الاستثمار نفسها ووزاره الخارجيه، ان المستثمر يلاقي تسهيلات في سفارته، في السفاره المصريه في دولته بشكل مباشر، يقدر ياسس شركته في وقت قليل الكترونيك سبورت. فده المفروض ان الفتره الجايه في اجتماعات مع الحكومه المصريه او مع الوزارات المصريه ان احنا نبتدي نحاول ننسق مع بعض ان احنا نساعد كاستمرز بتوعنا على البورتال اللي هم الانفستورز او الامبورترز ان هم يلاقوا تسهيلات اكتر. احنا عندنا في حاجه اسمها ريفاند بوليسي، بنوك هي المسؤوله عن قصه الدفع داخل البورتال. الناس التكنولوجي او الناس المسؤولين عن التكنولوجي عارفين ان في سيكيورتي تيست بيحصل عن شركه بتستلم من الشركه اللي بتديفلوب البورتال حاليا. كل حاجه في البورتال سيكيورت، البيمنت سيكيورت، انت بتدفع سيكيورت جدا. لو حصل ان المنتج كده الكريديبيليتي بتاعتنا احنا مسؤولين عن الفلوس، احنا كبورتال جيت زون مسؤول ان هو يريفاند الفلوس بتاعتك. البورتال مسؤول ان اللي حضرتك اشتريته بالكواليفيكيشنز اللي موجوده ان هي توصل لحد حضرتك في حاله جيده، دي مسؤوليه البورتال. ده جزء من مهمه البورتال ان هو تسكيور الديل نفسه. فريكزن بانك بيعمل بورتال، مش عارف في الخبر ده يمكن هم اعلنوا ان هم بيعملوا البورتال ده. البورتال ده هيحل كل مشاكل بيمنت، واحنا ان شاء الله هيكون في بيننا انتجريشن، احنا في اجتماعات دايمه وفي اتصال دايم بيننا وبينهم. المفروض ان هم هيكونوا بزنس بارتنر بالنسبه لنا، عشان سوق افريقيا محتاج حل لمشاكل كتير منها الكرنسي ومنها اللوجيستكس، فافريكزن بانك اوريدي بيحل المشكله دي، فان شاء الله هيكون في انتجريشن. حسب اخر ابديت عندي ان هم ان شاء الله هيطلعوا لايف في بدايه السنه معانا تقريبا في نفس التوقيت النهائي للخروج. مشكله الدول الحبيسه في افريقيا هي مشكله قديمه مش جديده، تكلفه اللوجيستكس للدول الحبيسه بتكون عاليه جدا، اللي بتخلي المنتج يوصل للدول دي برقم كبير. فده تشالنج بيواجه المنتج المصري والمنتج الاوروبي والمنتج البرازيلي، كله بيوصل في نفس المشكله. يعني مثلا عندي زامبيا وزيمبابوي، دي دول حبيسه بيستخدموا ما ميناء دار السلام اللي هو موزمبيق، بتروح الكونتينر بيتكلف رقم عشان يوصل الدول دي. نفس المشكله موجوده في دول وسط افريقيا. حاليا في بروجكت تحت الدراسه اعتقد انه هيطلع للنور، قطار افريقيا اعتقد انه هيحل كتير جدا من المشاكل دي. دي اتفاقيه دوليه لازم تتعمل، واحنا وي كان شير ممكن نشارك في الموضوع ده، ممكن نحط نكون سبونسر للقصه دي مع الدول في المؤتمرات الجايه. هو انشاء قطار ده مشروع ضخم جدا، تمام؟ انت بتتكلم في حاجه، احنا تارجتنا ان احنا من ضمن تارجت جيت زون ان احنا يكون عندنا اكبر شركه لوجيستكس في العالم. احنا كبورتال يهمنا وجود زي الاتحاد الاوروبي حدود مفتوحه او حدود على الاقل سهله التنقل، في طرق ممهده، في لوجيستيك سهل ان انا انقل البضايع فيه بسهوله، وده هيخدم الجميع مش جيت زون فقط ولا الشركات ولا الدول، هيخدم افريقيا بالكامل. اعتقد ان افريكزن بانك بيدعم الموضوع بقوه.